أكثر من 25,000 حالة قصور كلوي تسجل بالجزائر، رقم في ارتفاع مستمر مقابل وتيرة متباطئة لعملية زرع الكلى. يتفقد البروفيسور كانون وطاقمه الطبي السيدة بوثلجة المستفيد من عملية زرع الكلى. بعد سنوات من المعاناة مكنه تبرع أبيه بكلية من التخلص من عملية تصفية الدم التي لازمته لسنين عدة. أنا عندي مدينتي عايز من دوميسات، والفكرة كيفاش نقول لك، بدأت دوميسات أنا كان حاب بابا يعطيني وما كتبتش، مع الوقت مع الآخر قدامنا كتبت هذا العام والحمد لله، ودوك أنا بس دوك صافي عندي شهر الحمد لله كل شيء لاباس الحمد لله. كنت أعتمد لي ما بعد حنا نمشي كيف كيف في الدم في الآخر، بعد مرة هو قال لي ما نمدلو، وراح وحده السبيطار ودار الدوسي قدامنا، بعد قاليني فريتها بقينا عملية زنانيس الحمد لله. أكثر من 70 عملية زرع للكلى أجريت خلال سنة 2018 بالمؤسسة الاستشفائية معوش محندم قران بالعاصمة، عملية تستلزم توفر الطاقم الطبي والمعدات اللازمة. البلاطو تكنيك كاس كي دوموند سو سون دو بلوك اوبيراتوار كونتيغو، واحد لاصق قدام واحد، باسكو العمليات يديمارو اون ميم طون. هذا راه يقلع في لورا ينحي لورا، وهذا ديك راه ديجا يبريباري باش ما يضيعش الوقت. اون بو فير اوغمونتي افيك دو لا بون كورديناسيون لو بون ريكروتمون دي مالاد، اي سورتو التوعيه تاع لو مالاد لازم يكون على اليقين باللي واحد اللي عنده زوج كلى اللي يخدموا مليح. حنا كي نديروا يعني ان ستاف مع الطاقم الطبي نشوفوا يعني ما ناخذوا سي لو ماكسيموم دو سيكوريتي. الا كان شفنا مشكل عند المريض اللي راح يمد الكلوه تاعو ما ندوهش. إقرار قانون الصحة الجديد وسع دائرة المتبرعين، مما يرفع من فرص حصول المريض على عضو ويزيد من فرص تطابق الأنسجة بين المتبرع والمتبرع له. في الأول كانوا يمدوا غير لوتوريزاسيون جوست بور لا فراتري، لو بير لا مير لي اساندون بابات وليمات والخاوة. دروك وسعوا هاد العملية للعمات العموم، ولاد الخال ولاد العم لي كونجوان بيان سور. إضافة إلى عمليات زرع الكلى تجرى في الجزائر عمليات زرع الكبد القرنية والأنسجة. الأعضاء اللي رانا تتزرع حاليا في الجزائر هي كاين الكلى في المرتبة الأولى حوالي كل سنة 260-250 زراعة كلى كل سنة. كلى دائما زراعة من المتبرعين أحياء. ثانيا الكبد، ولكن الكبد كما تعرفوا ما هوش تعملت إلى 7 زراعة كلى في السنة هذه السنة تاع 2019. وكاين لي تيسو كيما لا كورني وهذيك ثاني الجزائر رانا تتعمل في الجزائر، ولكن المشكل الكبير هو لا بينيوري دورغان. ندرة في التبرع تعرقل مسار آلاف المرضى بالجزائر نحو الشفاء. الشريعة الإسلامية تفصل في فعل التبرع بالأعضاء من الحي ومن الميت بتحديد قائمة من الشروط. اختلف فيه العلماء على قسمين، بعضهم أجاز وبعضهم منع وبعضهم فصل في ذلك، والتفصيل يشمل ما يلي: إما من الحي إلى الحي، وإما من الميت إلى الحي. أما التبرع بالأعضاء في حالة الحياة فإذا كان إذا اشترطوا فيه أنه جائز، ولكن بشرط إذا كان لا يتضرر الحي بتبرعه بعضو من الأعضاء، واشترطوا في ذلك لا يكون بيعا، لأن الإنسان لا يملك ما يبيع، لأن الجسد لا يملكه الإنسان، ولو كان يملكه الإنسان لجاز له أن ينتحر. أما من الحي من الميت إلى الحي فهو ممنوع أصلا إلا إذا كان بوصية من الحي. الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء تعمل على إحصاء قائمة المتبرعين والرافضين عبر سجلات وطنية. قبل آخر سنة يكون هناك بطاقة وطنية، ويكون هناك سجل اللي كل من يريد أن يتبرع وكل من يريد أن يرفض التبرع أن يأتي عن طريق سواء كل سنتر يكلم ويجي ويعطي يسجل يتكلم ويعطي
أنه متبرعا مثلا نعطوله نسجلوه، وإن كان رافضا كذلك فنسجلوه ونجعله في سجل، وعنده الحق أنه أنه يؤكد تبرع أو يرفض تبرع. تطوير التبرع بالأعضاء من الميت إلى الحي يستلزم تضافر الجهود من توفير المعدات والأطقم الطبية اللازمة إلى التحسيس حول أهمية التبرع. قدمنا بمناسقة مع ليكيب تاع قسنطينة، وإن إنسان ربي يرحمه اللي تبرع بالفوا تاعو بزوج كلاوي، الفوا صدار في قسنطينة وكلوة صدارت في سياشفي دباتنا، وكلوة درناها هنا في سيانماس. شوفوا يعني واحد سيور أن كادافر إلى بيسوفي تروا في يومان. على الرغم من جواز التبرع شرعا وسماح المشرع الجزائري بهذا الفعل، غير أنه لم ينطلق بالوتيرة الكافية التي تسمح للقائمة الطويلة من المرضى من الاستفادة من هذا الفعل الذي يغير حياة المريض بعد معاناة طويلة.